اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. خلينا معانا تليفون مهم جدا الحقيقه من النجم الكبير والمدير الفني السابق لنادي الاهلي كابتن محمد يوسف. ازيك يا كابتن؟ حبيبي حبيبي كابتن اسلام، ازيك حبيبي يا ابو كباتن؟ كل سنه وانت طيب، ربنا يخليك يا حبيبي، ودايما عيد سعيد عليك. عيد اضحى كده عليك وعلى كل جمهور النادي الاهلي وعلى قناه الاهلي والستاف بتاعك كله والبرنامج، ويا رب كده دايما يبقى عيد سعيد على مصر كلها يا رب. يا رب يا كابتن مصر، وكل سنه دايما وانت طيب. كابتن مصر، للنادي الاهلي كيف تراه خلال هذه الفتره؟ لا ما شاء الله ما شاء الله، طبعا فتره ناجحه وفتره فيها نجاحات وفيها فوز وفيها استقرار وفيها ذكاء كبير جدا من مارسيل كولر، فيها ايجابيات كتيره جدا. الاهلي بيحصد 3 بطولات افريقيه في 4 سنوات، في اخر 4 سنوات، وده يعتبر ريكورد قوي جدا. والسنه دي برضو خد سوبر وخد كاس، يعني لا يعني طبعا فتره ناجحه جدا، وكولر عامل كمان يعني عايز اقول استقرار هايل. في ناس كتير جدا بتقول ان هو بيقعد لعيبه ومفروض يقعد او يريح لعيبه بشكل اكبر او يشرك لعيبه اساسيه بكثافه اكتر. انا عاجبني جدا الفكر بتاعه ان هو بيريح جزء، ما بيريحش الكل عشان ما يحصلش اي مفاجآت، يبدا يعني زي ما بيقول كده يبوظ الشغل اللي هو عامله. هو بيحافظ على الشغل اللي هو عمله. هو ماشي كويس بالفريق، متصدر الدوري. طبعا لسه طبعا قدامه في الدوري العام كتير يعني ماتشات لسه، لكن ماشي بخطوات اللي هو يوصل بيها للدرع في اقل مباريات. يعني في نفس الوقت هو خد افريقيا، فانا عجبني جدا جدا في فكره امبارح لانه تعامل مع المباراه. ايوه معلش اتكلم مع حضرتك في النقطه دي لانها نقطه مهمه جدا. امبارح انا لسه كنت بتكلم في هذا الامر، دي كانت وجهه نظري الشخصيه بالمناسبه بدون معلومه وبدون حاجه، ان انا شفت ان هو شايف ان اللعيبه يعني ايه، تحس ان هم مبسوطين شويه، عاملين شويه بتاع، فهو قال لهم لا انا هلعب بالفريق اللي هو بيلعب اخر فتره علشان اقول لكم انه المباراه دي صعبه ومهمه، اللي هي مباراه منتخب السويس. دي وجهه نظري، معرفش ايه وجهه نظرك انت في الامر ده، لانه هناك بعض الاعتراضات من بعض من جمهور النادي الاهلي يقول لك طب ما هو كان ريح الناس دي اللي بتلعب اكتر طبعًا. يعني لا طبعا، بص طبعا انا هقول لك على حاجه، اصعب طبعًا. واحد في المنظومه هو الايه، هو المدرب المدير الفني يعني طبعًا. هو الوحيد اللي بياخد القرارات قبل النتائج، صح؟ قبل ما بيعرف النتائج، الناس كلها بتعلق على القرارات بعد النتيجه. فبقول برافو يا كولر، ولا لا يا كولر مثلا انت ما كنتش كويس، فاهم قصدي؟ الكلام ده بعد النتيجه. هو الوحيد اللي بياخد قراره قبل ما يعرف النتيجه ايه. الراجل ما ينفعش يريح مجموعه كبيره اساسيين، لانه ممكن يقابل مفاجاه. وبالتالي هو عرف استراتيجيه النادي الاهلي وعرف الشخصية بتاعت جمهور النادي الاهلي، وعرف النادي الاهلي بيحب يكسب كل بطولة يخشها، ودي بطولة كاس وبطولة مهمة، فطبعا مش عايز يبوظ الفرحة ويبوظ الاستقرار اللي هو عايشه الفترة الأخيرة. فعمل التشكيل ده، وأنا شايف إن التشكيل ذكي جدا. هو ميكس من اللعيبة الأساسية وميكس من اللعيبة اللي هي تلعبش بقالها فترة، صحيح، يعني موجوده في الملعب برضو بشكل او باخر، بس مش بصفه اساسيه. يعني مثلا طاهر، محمد طاهر بيلعب، بياخد مثلا ربع ساعه خالد عبد الفتاح مباراة، صحيح، انما موجود متواجد. رامي ربيعه نفس الكلام، لعب امبارح مع ياسر ابراهيم. خالد شفناه في الباك ليفت مثلا، فهو لعب بالشناوي حارس مرمى في حته حراسه المرمى، فهو عمل في وسط الملعب. مروان كان موجود وقفشه موجود وحمدي فتحي، فهو عمل مزيج حلو جدا ما بين انه يريح ناس ويلاعب ناس. واعتقد المباراه القادمه مع البنك الاهلي هيكون في برضه رؤيه ليه، بحيث انه يحافظ على النتائج في الدوري ويمشي بشكل باستقرار يعني. طيب كابتن محمد، بالنسبه للدوري او بالنسبه لمباريات النادي الاهلي خلال هذه الفتره، 31 مباراه، 26 مباراه يعني مكسب وخمس مباريات تعادل، وبالتالي 31 مباراة حتى الآن بدون هزيمة، مع أعتقد 58 أو 57 هدف، مع أفضل دفاع ب 10 أهداف في مرماك، وبالتالي أنت بتتكلم عن الأفضل في كل شيء. التوازن اللي بيحصل ما بين
كده وما بين ما بين الكلام اللي احنا بنقوله وما بين الشكل الجمالي الكويس في المباراه، وفي نفس الوقت ان انت تقدر تجيب بطولات. اعتقد ان المدير الفني بيبقى له دور كبير في هذا الامر. طبعا 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 ده اكيد، وهو اللي حصل ده اسلام، ده فكر كولر. كولر بعد نتيجه 5-2 مع سان داونز غير في طريقه اللعب، غير في طريقه الدفاع بتاعه الفريق. انت النهارده الاهلي على مدار 13 مباراه بيكسب بفارق 3 اهداف، 3-0 دايما، يمكن مثلا مباراه او مباراتين دخل فيه هدف. لما تيجي تبص على تشكيله، لما انا العب بتشكيل وسط ملعب عباره عن مروان وحمدي فتحي واليو ديانج، يعني انا الثلاثه دول اساسا بيلعبوا سته، يعني حمدي فتحي كان في يوم من الايام بيلعب سته، هو موظفه 8 وسط الملعب، اليو ديانج كان سته هو موظفه 8. وعجبني جدا جدا ان هو بيعرف يعمل الميكس ما بين انه هيلعب بثلاثه، يعني يلعب بثلاثه عندهم كفاءه دفاعيه قويه، وبعدين لما المباراه ما بتتحلش زي مباراه الوداد لما كان خسران الشوط الاولاني، راح عامل التكتيكات بتاعته قدر يكسب بيها. صح، بدا يفك الورق شويه بحيث يبقى عنده كثافه هجوميه، وبدا ينزل بقى طاهر محمد سوري قفشه، وبدا يدي واحمد عبد القادر وبقيه اللاعبين. مظبوط، بدا يدي يعني ايه حريه هجوميه شويه. فدي طبعا عامله فرق كبير كده، وده فكره، ده فكر كولر وماشي بيه وعامل بيه نجاحات كويسه جدا. وزي ما انت قلت ان الاهلي ماشي اقوى هجوم اقوى دفاع. الاهلي قعد يا اسلام يمكن فتره ما بيلعبش حوالي مثلا بتاع 6-7 مباريات، وكان متصدر الدوري رغم انه قعد مريح 7 مباريات. صح، ده دليل ان هو عمل بوش جامد جدا وعمل فارق جامد جدا بينه وبين المباراه. فدي طبعا يعني ريكورد الاهلي طبعا دايما بيحققها. لكن الراجل بصراحه ليه واضح جدا شغله وواضح جدا شخصيته. يعني عجبك انت يعني المدير الفني مستر كولر؟ طبعا هادي جدا، والهدوء اللي هو ممزوج بال 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 بقوه الشخصيه. يعني في مدربين اوقات لما يبقوا هاديين كده تلاقي شخصيته ضعيفه. ايوه، هو لا، واضح عنده شخصيه قويه. وده واضح من الاول ما جه، وفي بعض المواقف اللي عملها مع بعض اللاعبين واضح ان هو شخصيته قويه ما يهموش يعني. فدي طبعا حاجه من الحاجات اللي بتميز مدرب الاهلي. لاي مدرب لازم يمسك الفريق الاهلي لازم يبقى اول حاجه، يعني ممكن مثلا فنيات، ممكن مثلا تعامل، لكن الشخصيه لازم تكون قويه. طيب الاستراتيجيه المباريات القادمه يا كابتن يوسف، يعني انا شايفك وانت بتتكلم من شويه بتقول ان هو من الممكن جدا، او انت شايف ان هو هيلعب بتشكيل مختلف تماما في مباراه البنك الاهلي مثلا يوم الخميس اللي جاي. هل ده يعني، ما هو انت هنا بتقول ان هو يعني مش حابب ان هو يغير كتير، او انت سعيد بالشكل اللي لعب بيه مثلا غير 2 أو 3 فقط، هل المباراه اللي جايه هيقدر يعمل كده في مباراه دوري؟ خلي بالك اصل الدوري انت لسه يعني الدوري عندك فرص، لان انت كل اللي لعبتهم 25 مباراه، فانت فاضل لك 9 مباريات. فاهم قصدي؟ يعني انت بتصدر الدوري دلوقتي بفارق نقطه، وانت عندك لسه من 25 ل 34 عندك 9 مباريات. فهو الدوري الدنيا مرتاحه معاه شويه. الدنيا مرتاحه معاه، ده بمعنى ان هو يقدر يغير اكتر، يقدر يدي فرص. يقدر يدي فرص ويقدر يفكر في، خلي بالك ايوه، الكوتش بيفكر في كذا حاجه. خلي بالك بيفكر في كذا حاجه، بيفكر في ان هو ما يوصلش لعيبته الاصابات. مظبوط، بيفكر ان هو يقطع بال3 نقاط. مظبوط، بيفكر ان هو يحسم الدوري بدري. بيفكر في تسويق لعيبه. طيب معلش يا كابتن، في يحسم الدوري بدري دي، ما هو انا دلوقتي عايز اوصل للنقطه 77. مظبوط، يعني ان بيراميدز لو كسب كل مبارياته القادمه هيوصل للنقطه 76، يبقى انا كنادي اهلي عايز اوصل للنقطه 77. هل حضرتك معاني استراتيجيه بقى ان انا ادوس عشان اوصل للنقطه 77، ولا العب برضو او اغير مجموعه لعيبه واشوف الماتش هيودينا فين؟ التغيير اللي هو ما يهزش مستوى الفريق، بمعنى ان انا ما اجيش ادخل 7-8 لعيبه مره واحده مثلا ما كانوش رجليهم في الملعب. اوكي، اما بعمل روتيشن بحيث ان انا اسيب على الاقل 6-7 رجليهم في الملعب. يعني المباراه اللي فاتت كهربا، حسين الشحات، حمدي فتحي، مروان عطيه، ياسر، شناوي، محمد هاني، بص شوف قلت لك كام، كل دول رجليهم في الملعب او موجودين اكتر يعني. علي معلول، يمكن محمد عبد المنعم، ريح، بيرستاو، 3
ثلاثة في وسط كام؟ ثلاثة في وسط 11. 11 لعيب. اه فهو هو ده اللي حضرتك تقصده في الاستراتيجية القادمة، يعمل راحة جزئية، يعني كل مباراة ناس تريح ناس تخش، بحيث يحافظ على رتم الأداء، يحافظ على النتائج الإيجابية بتاعته ويحسم الدوري بتاعه. بس طيب في كمان مطالب منه أكيد 100%، لجنة التسويق أو لجنة الكورة أكيد طالبة منه في بعض اللعيبة لما هيحسم أو هو بيحسم الدوري مطالب إن في لعيبة برضو عايز تسوقها أو الناس تشوفها، لازم الناس تشوفها. صح. ليه؟ لأن أنا لما أشوف أنا مثلا عيني على فلان، بس ممكن كنادي خايف بقاله فترة ما بيلعبش، لكن لما الاقيه بقى بيلعب وفي إيجابية وفي فوز وفي وفي، لا ده الخامة كويس. صحيح. وياما وياما لعيبة لعبت في الظروف دي يا إسلام وراحت. صحيح، اللي في الاواخر دي واتغير مسارها في الكوره عموما يعني. صحيح. فطبعا بيبقى عنده كذا كذا نقطه بيلعب عليها او بيشتغل عليها، بس بيديهم اولويات يعني. الراجل في حساباته كل ده، لكن هو معاه تيم بصراحه، تيم النادي الاهلي عشان نتكلم بامانه هو اقوى تيم في افريقيا حاليا يعني. طيب كابتن كابتن يوسف، خليني اخدك للمنتخب الاولمبي وتعادل سلبي في امام المنتخب النيجر. عندنا المباراة القادمة مباراة صعبة هنتكلم عنها، ولكن في مباراة النيجر انت حوالي خمس او ست فرص ضاعوا من ابراهيم عادل لوحده الحقيقة في ومش محظوظين بصراحة. مع ان احنا انت افضل بكتير من النيجر، ولكن في النهاية المباراة انتهت بالتعادل السلبي. لو لا قدر الله لا قدر الله المباراة القادمة انت اتغلبت انت بره. يعني مش بنسبة كبيرة لسه لما تشوف يعني نتيجة النيجر مع مع الجابون وانت مع مالي. مظبوط. وانت مع مالي. بص هقول لك على حاجه، هم المباراه بتاعت النيجر امبارح بصراحه هم اللعيبه اولا كانوا مش محظوظين، اضاعوا اكثر من فرصه، القائم والعارضه شايلين كذا واحده من اسامه فيصل ومن ابراهيم عادل لا يعني فعلا كذا كوره، فاهم قصدي؟ بس في نفس الوقت في عارف انت اسلام، انت راجل لعبت كوره، في لما بيبقى الماتش انت عايز بيبقى في شراسه كده شويه في الثلث الهجومي اللي هو ايه لما خسر هكسب يعني هكسب يعني شراسه في الكرات العرضيه، الناس اللي داخله في شراسه في الثلث الاخير وانت رايح واحد ضد واحد، لازم تروح اقوى وتطلع الكره مظبوطه على رجل الراجل. في برضو محمود صابر في كره راح لافف ترن وحطها بوش رجله وفي الاخر ممكن يحطها ببطن رجله. صح. طب يحطها يا سلام عليك، كان يحطها ببطن رجله جون. كان ايه اسهل اسهل وفيها دقه. صح. الو اتفضل يا كابتن. امتلكوا الامور، امتلكوا الزمان بتاعت المباراه بشكل كبير جدا يعني. انا بصراحه تواضع فرقه النايجر فريق تواضع جدا، لا يعني ما عندوش اي تكتيك، ما عندوش اي حاجه، دوبك بيطفش الكره طويله وخلاص، وعنده الراجل رقم 9 في ناحيه الشمال شويه عنده كوره، والباقيين حتى ما يعني حتى الهجمات مش عارفين يقفوا يا كابتن، كان عندهم يعني بس لكن النادي المنتخب بتاع النايجر امبارح، قصدي منتخب مصر الاولمبي امبارح مع النايجر ما كانش محظوظ، لو محظوظ كانت واحده منهم. ده ما يعفيش ان انا بلومه شويه في ان كان يجب ان يكون هناك شراسه هجوميه اكتر شوية. خصوصا اللعيبه اللي في الثلث الهجومي يعني ميسي مثلا، مصطفى سعد ميسي لما نزل كان لازم يبقى تاثيره اقوى من كده. مثلا عندك اسامه فيصل برضو كان لازم برضو في نقطة، أنا كنت منتظر إنه يروح ملاعب عبد الرحمن إجويرو، وكتير جدا كان بيلاعب عبد الرحمن إجويرو ويكسب يكسبه بيهدف ويكسبه. صح. هداف على فكرة، الموقف ده حصل مع المحلة ومع المنتخب الأولمبي أكتر من مرة. استغربت امبارح انه ما استعانش بيه يعني. لكن طبعا الفرصه قائمه، خلي بالك كمان الحظ ان انت هتلاعب المنتخب يعتبر الاقوى في يعني معانا في المجموعه يعني. يعني طبعًا. مالي منتخب قوي جدا. ايوه طبعا، ما انا بقول لك، بس انا بقول ان حتى مع احترامي منتخب مالي او الجابون احنا اقوى. صحيح. لازم نشتغل، وانا يعني كنت عرفت بعض الاحداث اللي حصلت بعد المباراه ان بركات دخل ويعني حياهم ورفع من معنوياتهم، لان خبرات بركات ووائل شيتوس مع طبعا ميكالي اكيد عندهم خبرات كبيره جدا، فقالوا لهم خلاص ارفعوا راسكم وانتم ما خسرتوش تعادل. هم بطلوا اللعيبه اتهزت شويه نتيجه ان هم تعادلوا مع النيجر، وبرده كان هتلاقي التعليمات كلها ان النيجر دي لازم نكسبها ودي بدايه اول مباراه في البطوله
يعني واسهل ماتش وبتاع. صحيح صحيح فهم حصل لهم احباط شويه، فده خد منه يعني بركات وميكالي ووائل شيتوس الثلاثه بذلين مجهود مع اللعيبه عشان يخرجوهم من الحاله دي. لكن اعتقد ان هو سهل يعني، مش سهل لكن بقول يعني في الكوره كده منتخب الاولمبي المصري لازم يكسب المالي ولازم يكسب الجابون. اخيرا يا كابتن، تم الاعلان اليوم عن ان هناك مباراه وديه لمنتخبنا الوطني الاول ضد منتخب تونس. اولا شايف يعني شايف خطوات منتخبنا الوطني الاول ازاي وهذه المباراه؟ والله يا اسلام انا سعيد، يعني لما نقول تونس يبقى نقول بدانا اهو، يعني انا بقول بدأنا. صحيح احنا ما لعبناش لغايه دلوقتي. اكلمك بامانه صحيح يعني صحيح، النهارده لما نلعب مع جنوب السودان يعني بلجيكا بس كرة. انت راجل لعبت كوره وانا لعبنا، يعني مع احترامي طبعا انا احترم كل المنتخبات في افريقيا. نعم. لكن في يعني النهارده لما نلاقي السنغال بتلعب مع البرازيل وتكسبها 4-2 فدي يا جماعه احنا لازم نبقى عندنا غيره شويه يعني. فاهم قصدي؟ قبلها كان برضو السنغال لعبه برضو مباريات وديه قويه. لا وجنوب افريقيا لعبت المغرب. صحيح. المغرب المغرب بتلعب مع جنوب افريقيا، والمغرب بتلعب مع في الفيفا ديت اللي فات كان بتلعب البرازيل. قبل ده مظبوط. الفيفا اللي فات، الفيفا ديت اللي فات. فانا نفسي ان احنا نخش في المباريات دي، يعني نخش تونس اهو خطوه حلوه، تونس منتخب قوي ومنتخب مصنف وفي كاس عالم وكده. ابدا العب مع المنتخبات الكبيره عشان تبقى كبير وعشان تشوف مستواك على الاقل، وعشان نبقى ايوه انت لازم تلعب مع المنتخبات الكبيره هتشوف مستواك وهتعرف لعيبتك في المباريات القويه مين هيقدر يقف معاك ومين لا. وفي نفس الوقت كمان ان هتعمل لك سمعه، انت لما تعمل طبعًا. نتيجه النهارده السنغال كسبت البرازيل 4-2 دي نتيجه هزت العالم كله. فانت عشان تبقى كبير تلعب مع الكبار، يعني انا نفسي نلعب مع المستوى الاول مثلا في اوروبا، مستوى الاول في امريكا، امريكا الجنوبيه، يعني تاخد مثلا ارجنتين، تاخد برازيل، تاخد المكسيك، تاخد المنتخبات الثقيله دي تلعب معاها. لازم تاخد مباراه برضو في اسيا، ممكن اليابان، ممكن كوريا الجنوبيه، حاجه من المنتخبات المصنفه مستوى اول، نقوم نستفيدنا فنيا، تعرف شغلك عامل ازاي، تعرف انت واقف فين، اللعيبه اللي عندك ايه اخبارها، وفي نفس الوقت كمان انت بتحط اسم مصر مع منتخبات قويه. انا بشكرك جدا يا كابتن مصر على وجودك معانا، النجم الكبير كابتن محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الاهلي، وكلام هام جدا فيما يخص النادي الاهلي ومنتخب الاولمبي بالمناسبه.